الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يا أمان ما تشكرنا تي ولا لي الحمد سجرني دروسي رمضان جهيت خاصة طبعاً كي دبي دروسي كسب سنة وحين صار ما تي أبيت فضلي عشر أواخر عموماً سمعنا جود سي خاص أمريكا إن وحن واحد دونا عام ما ردرسي كان طبعاً كدبة رمضان لحدي سكجرت ليلة القدر فضل ليلة القدر ليلة القدر كفضل إلى هذا ليلة القدر إن ما ركتي وحلو شاري وإله سبحانه وتعالى بسورة القرآن كيس كريم كحديث الصنة رسولك صلى الله عليه وسلم نويت المنطق سورة أنا سورة القدر لي هذا أياجرتو إلهي كتودي كتاب كيسا الله وحوله سبحانه وتعالى فضل القرآن كأسيوك هاللهي إنا أنزلناه في ليلة القدر هبينك ليلة القدر كلي هذا أيام القرآن كان سودة جني وما أدراك ما ليلة القدر نام محمد ومحاكوه سي ليلة القدر وحقيتها ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر وحيك فضل بضنتها كن كن برود كفضل بدنتك ومعناها كن برود أي كفضل تهلمدهن ليلة القدر خير يا ليلة وحي كفضل بدنتها كن برود ومرك اللي قدري سديتني أفر سنة يدور برود يلو قدري نقياس أهان يلو قدري أي كسي فضل بدنتك أنا كبدنا طالع كرتا قف إيمانك يسي تقولي سي قولي سي غافر لو لا الله أجرك لو لا الله أنا ماركتي بقلال سنة يكون منان سنة أجر كذا إنه نقطع يا لقياب. سيدو كان النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى آيات كره وحنو إشارة إن أجري إن أنزلناه في ليلة مباركة. قرآنك عن سود الجني هبين بركة سنة ليلة القدر ليلة هذا فيها يفرق كل أمر حكيم. هبين كاس يا وحلو كلا سارة وحكست السجن أو حكمة قصة رئيسا والله سبحانه وتعالى وحكسو كانوا إن مارت وشيء حكمة قصة رئيسا إن أيالك لا سارة فيها يفرق كل أمر حكيم مركا وحكست أو لعرها سنة كاس أي هبين كاس لقدره ليت القدر يا بالوم عابي وهبين كي وحلا قدره فضل كاس نقف في عبادات لي ما ذنب فضل قاص أي لا ضحي. مرك مقاديرته أي ماركتي أقيديان رمضي إلى دور قيد. مقاديرتي ماركتي هي كوني هي ضروح محفوظ كقول طالب. والله سبحانه وتعالى قرآن كيس نقول شيء وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وحكى السؤال جديد رعاية مرك قرن كلا أبوري إلى قيام الساعة ماركتي وحي لعرها هبين كاس يا لقدري. ما يحكوا يحكوا كوبينهين ما رأيتي كتاب كسرير هذا لوح المحفوظ وحاجرته مقادير لير هذا عمري وأنا متكي النبي صلى الله عليه وسلم صادق المصدوق ناش هاي حديث من مسعود رضوان الله عليه أو مركي أن أفر بلط وجار عنه وركه هديس ونفطر وأفوفه يا مرجي وحال أمر يا ويؤمر بأربع كلمات أربع كلمات يا الأمر يا بكتب رزقه وأجله وعمله شقي أو سعيد مركا ما أنت أصلا وحلو قدري وح نقرها وبتكاس عمر جيسن تقول إيه جهم مالنا ما الله ومالنا معور كل حذا كل منايا مبغاس رجارة ما كنت سرجارة يا محونايا قول موت منايا كل شيء أجيش جيسن وقتي كو أكتهاي عمار بن آدم وحوي من متكاس وإلى عمر جونوس وعمله عملك كشقي سنة أدويدة عملك هذه عادي هاي وظائفتي يا رجال الله يا معلم نغنيسا ما متق دكتورة نغنيسا مجنيرة نغنيسا مشيقة نغنيسا بيلدة نغنيسا ما مكو مراها نغنيسا أي شيء وحكى صومارك تي عملك هذا أويها يود إلى يرجع غدا أجري أيا ما نكس الغرة يعني وشقيين أو سعيد قف مارك تي شقية أو خير لا بقى وشقاو يخير الآن النار يقال نمو يمرافق نمو وده بيسو الله كمان قال لنا يقف قولي استي وجنو يمتغن بار نمو يمؤمن نمو أي مارة تقول لما يستو
مرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويديهن نبي صلى الله عليه وسلم بحير هذين ما دام وحنا لقري عمرك ثمينتي حنغوطي رسول النبي صلى الله عليه وسلم بحيري اعمروا فكل من يسر لما خلق له والشقايا من الفريسانين الشغال دين أبو ريا قفك سبحي له أبو ريا يلو فضينا قفك أهل الشقاوة دريق الشقاوة له فضينا قفك الله ورقيا بإن مقاتل مدي سمتغى إنارتها وحكى السمارة أشاك هل حب وترميز لكن واجب النصر أرنا وحيطه وحبا شعب قف مؤمنة وما رأيتي سعادة يود بيسنة وحكى صور قصة من العذاب يدون لوصة بيسنة وحبا لك غاضة يمرها تاسني وحرير هذا مقاديرتي هي عمري مرمى قادير وحاجرته ليرة هذا سنوي وعمد هذا أنك هذا ينو فيها يفرق كل أمر حكيم علينا مرمى حاجرته مقادير ليرة هذا مقادير ما رأيتي يومي مقادير يومي أجرته كل يوم هو في شأن مد الله أولي سبحانه وتعالى مد كر الله بعدنا أولي نبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر مر حديثك الأراء النبي صلى الله عليه وسلم وحاسكين بعد الشاي ملائكة كونوا حين نجوان طلبي تمن صعدت كونوا طلبي تمن صعد نجوان وحين كوك المان صلاة الفجر كصلاة العصر كوك المان مر كقرآن الله سبحانه وتعالى كوي حال كبري سماه أي قرآن الله أطعان يا وحولي هاي أسيو كأب وحي كسوين أسيو الله سبحانه وتعالى تقرير يالي راضي أصاب مرقات جلين يقرطان وي الله سبحانه وتعالى حكى قرص المال هنا ماذا تركتم كيف تركتم عبادي يقولي عبادهم هي سلاب أبو صوتكتين قال سبح الليل تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون وحن أطقني أيقو دكان هاي صلاة الفجر وحنك صوتكني أيقو ما رأيتي صلاة دي عصر كدوكاني تاسين وحي دليل وطهي صلاة لو صلاة الودة دارة فجر كي عصر كالودة دارة غير كود يو جماعة الودة دارة فضلي إلى ذا فضلي إلى ذا بل كوران غفكي ما رأيتي ما أنت ما رأيتي صلاة أن دوكانين حالة ويدينا عد حكور سنة مانا حير معنا مرة ألا كتيسة غف قارة يغف منافقة يغف عاسية وحا كتيسة قيمة إكريه مانا وحا قيمها كالا كتيسة وحيتهي إن عبادي ليس لك عليهم سلطان marka adoomaha ilaahay iyo allah caabuda akiisa qiimo kale marka ay allah ku adkaadeen oo madax adeegayna naar ay loo diirsaday marka aaysha radiyallahu anha umra aaysha radiyallahu anha aw waxay leedahay nabi sallallahu alayhi wasallam maadaama aan rahmay leeytul qadarka waxa laga raadinayaa 10 ka dambe hadii habeen aan dareemo in leeytul qadar ay tahay maxaan dhahay marka duca shaamira jaamicu nabi sallallahu alayhi wasallam u sheegay wuxuu yiri وحاتر هذا قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني الله صفاتك هذا وحاكم ده إن المد وح عفيتها عفنتنا ودع عشها يا الله يعفي الله يعفي مرك عفنت مرد على وعفي أو ذنوب تلو ضافي مرك محاكوي أنا جناء هاي مرك تذا سويان ولبضي دعاء نوع عاسية وحاد يعكر تمعنا هذا إن لا يري هاي وحاد يعكر تقيم هذا إن لا يري هاي لكن الله أكتيسا قيم أكر هذا هاي صوت محيط الشيء ووحي ورادي السيد وكل حكود ذا شان تضبط أنا مارك تي دعوين أو أي سميستين أي حوجة صارا دعوين كشاعمراتك أو مارك تنوي صلاة سكود دارجري أو مارك وحي أو وحكة سكولمي دعاء جامعة وين كود ذا شان سيد دعاء هذا الشجني سيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وغنى عذاب النار اللهم نسألك ما سألك به نبيك عبدك ورسولك وأعوذ بك من شر مسعادة من نبيك حد عينك نوع السكر إيوه اللهم نسأل العفو والعافية والمعافاة دائم في الدنيا والآخرة اللهم نسأل العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي ومروعاتي احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين دعائك نوع الصلن الجد دار والله بضيع دعائك نوع الجامعات كأ شامل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كسر ناضي وأن وجد داره وما رأيت وحي الله أنكره مركز دعاء خاص ده لا ضحي خاص وارجو قليه وما تغ أنا كحن سين وقال إله عنك عافي والملارة كويس إله عبد السن إله يوم تغ ما رأيت أنا مثلا ولاك حن صن وإذا حن صن إله هو عافي جورك يا كذا إله جورك إفوضي واحد دعائين خاص وارجو قليه وحن نعاسي وارجو قليه لكن دعوين كده ما يو أغرض هذا جودة كحرنا هنا ما تغ أنا دعوين إسكام نعاس هذا ما يستطيع هاد كده ذا شمال ما كان ليلة القدر وحالة الرهادين يا يعني طبعا كده بقى خاصة
tiradooyin ka soo dhaadheer sida nabi sallallahu alayhi wasallam noo sheegay oo yiri waxay ka raadisaan 10 dambe tiradooyin ka soo dhaadheer sida 21-ka 23-ka 25-ka 27-ka iyo 29-ka habeen khaas inuu ku gooni tahay ma leh imaam an-nawawi raximahullahu tacaala wuxuu yiri sano kasta way wareegtaa laylatul qadr buu yiri xadiisu anas ana tilmaamu ah habeen laylatul qadrka la rajaynayo maaragtay calaamaadka laylatul qadr la helay habeenkaas waxay ku baaqneed 21-ka habeenkii ugu horeysay oo nabi salaatu qur-aanka ugu soo degay oo iqra bismi rabbika aladhi khalaq marka la qiyaasay oo la waday la qiyaasay 21-ka ku soo aaday habeenkaas laylatul qadr ay inaan anzalnaahu fii laylatul qadr iyadoo maaragtay laga duulaayo marka in la yiraahdo habeen fulaan waaye in la yiraahdo taasi mataqaana maarag sunada suurka ma aha nimankaan xanaabirada oo kale oo dhihin habeenka 27 weeyaan imaam axmed ma dhihin habeenka 27 laylatul qadr ma dhihina wuxuu yidhi wa arjaa layaalihaa habeenkeeda loogu rajada badan yahay waa habeenka 27-ka wey habeenkaas waa cazmi laguma samayn karo marka adiga waxaa kaaga fiican habeenka dhan in ka raadisid habeenada dhan waa in ka raadisaa oo aad mataqaana maaragtay si aad weeshid imaam ibnu baas raximahullahu tacaala wuxuu yidhi qofkii 10-ka dambe oo dhan nooneeya oo habeenadkaas istaaga maaragtay waxaa laa shaka ah inuu laylatul qadarka waafaqayo marka habeenadan 10-ka dambe ah hal habeen taraawix maaragtay seegin habeen kasta taraawix duko habeen kasta allahuma inaka cafuwun tuxibu lcafwa wacfu cani kudadaal habeen kasta qur-aan akhri habeen kasta duceyso ilaa fajirka xataa madlic lfajir ila habeenka u ka dilaaco marka waa in ku dadaasha qofkii ictikaaf sameeya kaba fiican ictikaaf sameeya masaajidka u go-a ka fiican qofkii biladul xarameyn jooga ee maaragtay masjidu rasuul oo masjidii alxaraam qofkii ku ictikaafaayo amaba mataqaana jooga inkastoo hadda karoona wax mida qarabay oo wixii ummaddeena wixiina baa loo diiday oo culays weyn uu ka yimid ayadana waa sidaas marka fadligeeda ugu dambeeya waxay tahay allah subxaanahu watacaala rasuulkiisa sallallahu alayh waalihi wasalam ee wuxuu leeyahay man qaama laylat lqadri khayrun man qaama laylat lqadri iimaana waxtisaaba gufira lahu ma taqadam min dambi fadliga ugu weyn oo laga leeyahay waxay tahay war dembigaada lagu dhaafaya wixii soo hormaray waa sagaa'iru dunuub oo dhan waa lagu dhaafayaa ajir oo shaqaysa lahayn cumrigaada oo 84 sano ajirkaa shaqaysa lahaydna waad helaysaa marka lagu dadaal habeenadan halaiska ilaaliya mataqaana yacniga sidoo kale waxyaalaha dadaarmayna waxay tahay 10-kii daba ayaa soo gashay macaasida si gooniha looga fogaado maxaa yeelay waa dembi kastoo la sameeya mataqaanwuu ka dhib badan yahay mataqaana maaragtay ramadaanka intiisoo kale uu kasii dhib badan yahay sababta maxay tahay fadli marka la sheego xumaan hadday timaado ayadana dhibkeeda way leedahay khaasatan dadka ku mashquul waxaan social media la yidhaahdo shaqo ka dhigtay kacaytamaayo maaragtay ayagoo nuuc kale ayagoo qaawan soo dhigaayo war ilaahay ka baqa haddaad waqtiga ilaahay ka baqa weysaan goormeed alla ka baqaysaan haddaad goortan mataqaana alla u dhawaan weysaan goormeed alla u dhawaanaysaan umaxaad doonaysaan adinkoo macaasina dhex joogta nafta idinka baxdo waad ogay waad ogtihiin maanta waad arkaysaan maanta corona wax ummadda ku dhigaayo dadka igoo socda dhimanayaan igoo socda dhiman neefta kuda xirantahay hindii wax ka dhaca waad aragtaan 3 bilood gudaheeda mataqaana 300 kun oo 400 kun oo dhimata ayaa laleeyahay dadkii igoo socday daadanayan marka wama qowmalood iminka ma baciid waxaan qowmalood ku dhacay idinkama fogo yira allah subxaanah wa tacaala quraysh marka wax ummaddaas ku dhacaayo in adinkooda ku dhacayaan shaki maa mataqaa idinka jira walaalya ilaahi aan ka baqna subxaana wa tacaala aan ku dadaalno 10-kan habeen maaragtay si gooni ah intaas ayaa dadaalanka nagii iyo mataqaa wacdigeena u yahay hada bila towfiiq subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha ila anta astakfiruka wa atuubu ilayk